مساء الخير. في هذا الفيديو نتناول فيه مسألة المحور الأول من درس الشخص. ننطلق أولا من تحديد المفهوم. نحن حينما نتكلم عن الشخص نتكلم بالتحديد على كل إنسان يملك عقلا، أي يملك وعيا وقادر على أن يعرف نفسه وأن يعرف أفعاله وأن يتعرف دائما على أفعاله وأن يميز نفسه عن الآخرين. وهذا الوعي بالذات هو اللي كيلخصو لنا في عبارة واحدة ديال القول أنا. هذيك النطق بضمير أنا أو جو أو لموا هو دليل على أن الشخص يتعرف على نفسه. ثم الصفة الثانية وهي صفة ديال الحرية. الشخص لا تطلق على أي إنسان، تطلق فقط على من يملك الحرية، أي أن يكون قادرا على أن يفعل ما يشاء أو أن يتصرف ويختار انطلاقا مما يريد هو. إذا كان كيتصرف تحت إكراه أو مفروض عليه من طرف الآخرين أو كان ملزم أن يفعل هذا الفعل وما اختاروش، ما كنسميوش بأنه شخص. فإذا الشخص في جوج صفات، هو من يملك صفة الوعي، أي يدرك نفسه ويحس بأفعاله ويميزها ويتعرف عليه دائما، وأن يكون حرا غير مقيد بإكراهات مفروض عليه بحال القوانين، بحال إكراهات ديال المجتمع، بحال الإكراهات البيولوجية. وبالتالي أن من يكون عنده هاد جوج صفات ديال الوعي والحرية يكون في النهاية مسؤول، بمعنى أنه يتحمل نتائج للأفعال ديالو سواء كانت إيجابية أو سلبية، عليه في النهاية أن يتحملها. لماذا؟ لأنه أولا يعرف ما يقوم به، أي بصفة الوعي، وهو من قام بذلك الفعل واختاره انطلاقا من صفة ديال الحرية. ملي ما كيكونش الإنسان عارف ما يقوم به ولا يعرف ما يتصرف به وليس هو الذي قام بذلك الفعل، ما كنحملوش المسؤولية. ممكنناش نحاسبو الطفل، علاش؟ لأن الطفل ليس شخصا، لأنه لا يدرك أفعاله. ما يمكنناش نحاسبو، أي نسائل ونحاسب الإنسان الذي كان مكرها مثل واحد الوقت في التاريخ القديم ما يسمى بالعبد أو العبيد، أو المرأة مثلا تحت إكراه ديال الزوج ديالها، أو الشخص تحت إكراه ديال المشغل دياله. في هذه الحالة ما يمكنناش نحاسبه لأنه ما عندوش الحرية. فإذا لكي نصل في النهاية إلى نتيجة كالتالية، وهي أنه لكي نطلق صفة الشخص على الإنسان لابد أن تتوفر فيه صفة الوعي والحرية، وبالتالي النتيجة هي المسؤولية. لنقول إن الشخص هو كل ذات واعية تدرك نفسها، تدرك أفعالها، وهي من تختار ما تقوم به من أفعال بفقط إرادتها الحرة، وبالتالي تتحمل نتائج ديالها. هنا أول إشكال مطروح لنا في درس ديال الشخص هو إشكال ديال الهوية، نعرف من هو هذا الشخص. وحينما نطرح سؤال ديال الهوية، أولا يجب أن نفهم ما هي الهوية. الهوية هو مجموع الصفات الثابتة في الإنسان التي لا تتغير، أي في الشخص التي لا تتغير. بالتالي كنوصلوا لمسألتين. أي شخص بما أنه إنسان يعيش فهو بالتالي يتعرض إلى تغيرات أو ما سميناه هنا بتحولات نفسية في الشخصية دياله. الشخصية ديال الإنسان كتبدل على حسب مثلا تغير التجارب أو السن، الإنسان شخصيته كتبدا تبدل. تغيرات اجتماعية، ممكن انتقال إلى مجتمع آخر وبالتالي تغير ثقافة والعادات وحتى الانتماء الاجتماعي أو الوضعية الاجتماعية الفكرية. ممكن أن الإنسان يبدل القناعات ديالو الأفكار ديالو. طبعا الإنسان كل ما تطور وكل ما زال نفات على تجارب جديدة طبعا راه كتغير العقلية ديالو وكتغير القناعات ديالو. والتغيرات الجسدية هنا كنقصدو بالملامح ديال الوجه وديال الشكل. هاد التغيرات مفروض بأنه كتوقع لأن الإنسان كيف ما قلنا يعيش داخل الحياة أو في الزمن، وكل ما يعيش داخل الزمن بمعنى فهو يتغير. هاد التغيرات كلها اللي كتوقع الإنسان هناك شيء ثابت في وراءها، هاد الشيء الثابت هو اللي تيخلي دائما الإنسان تيقول لك أنا. قدر مثلا نحط واحد الصورة ديال الإنسان عبر تجارب ديال حياته، نحط مثلا غيجي شخص آخر غيشوفها يقول لك هاد الشخص ماشي هو هاد الشخص لأنه مبدل في الشكل ديالو، ولكن هذاك الشخص مول الصورة
وين تيقول لك هذا اللي كان عنده 5 سنين او 10 سنين او 15 او 20 او 30 راه هو انا. هذاك الشخص الذي كان يؤمن بواحد القناعات والان تغير، هذا الشخص الذي تغيرت عاداته وتقاليده، هذا الشخص الذي تبدلت شخصيته راه هو انا. اذا هناك شيء دائما في الشخص لا يتغير، هذا الشيء ثابت، هو ما نسمي بالهويه او نسمي بالجوهر او نسمي بالطبيعه او نسمي بالحقيقه، يعني دي كلهم كلمات او اوصاف كنعطيوها لما نسميه بالشيء الثابت في الانسان. وبالتالي هذا ما نسميه بالمماثله والمطابقه، المقصود بها هو انه رغم كل التغيرات كيحس بانه مازال هو هو. هذا علاش جات كنستعمل كلمه هويه، هي تعويض الكلمه مستثقله في النطق، اللي هو ان الشيء يظل هو نفسه رغم كل، يعني مطابق لنفسه رغم كل التغيرات. وهذا هو الإشكال الذي يحاول الفلاسفة أن يجيبوا عنه. السؤال حينما الذي يحدد هوية الشخص اللي هو الإشكال الأكبر ديال المحور. وبالتالي نريد أن نبينها بالفعل، هوية الشخص ثابتة أم أنها التحولات اللي كتوقع لنا في الشكل ديالنا، في شخصيتنا، في ثقافتنا، في عقليتنا، في علاقاتنا، في مزاج ديالنا، في الطباع ديالنا، راه كتأثر لنا على شخصيتنا. ثم الإشكال الثاني هو أن نعرف هاد الشيء ثابت ما هو، واش كاين شي بعد واحد ثابت للعقل، لانه اذا تغير العقل ما غنبقاش نتكلموا على شخص، غنتكلموا على جماد، نتكلموا على حيوان، الى غير ذلك من الامر. ممكن الانسان البعض يتكلم عن الذاكره، الانسان حينما يفقد ذاكرته لم يعد يتعرف عن نفسه، البعض يتكلم عن الجسد حتى هو، وهكا بزاف ديال الاوصاف. احنا نريد ان نتجاوز الفكره من خلال هذا المحور التي تعتبر أن من الممكن حينما طرح سؤال من هو المغربي، بمعنى الشخص المغربي، البعض يمكن أن يجيب أن يقول لي المغربي هو الذي يتكلم اللهجة المغربية، لكن راه ماشي أي من يتكلم اللهجة المغربية راه مغربي. البعض سيتكلم على أن من يعيش وفق التقاليد والعادات المغربية، هناك مهاجرين يعيشون في المغرب وفق العادات والتقاليد ولكن ليسوا مغاربة. هناك من يتكلم عن المغربي هو المسلم، ليس كل مغربي مسلم، هناك مسلم اليهود. من الممكن لمغاربة أن يهاجروا إلى دول أخرى ويغيروا ديانتهم وثقافتهم. فإذا هاد التعريفات التي تعرف مغربي من خلال اللباس ديالو وثقافته وعادة تقاليده ودينه هي تعريفات ربما غير دقيقة. لماذا؟ لأن هاد الأوصاف كلها أو هاد الإجابات اللي حدت لي الشخص من خلال دينه ولا ثقافته ولا لغته ولا شخصيته هي كما قلنا اشياء تتغير، ولكن رغم هالتغيرات هناك كما قلنا هناك بعد ثابت او جوهر، شيء جوهري ايسونسيال او سبستانسيال لا يمكن ان يتغير. هو السؤال الذي يريد ان يجيب عنه هذا المحور. طبعا واحد من اشهر من اهم الاجوبه التي قدمت لي للشخص او من هو، من هي الذات او من هو، حينما اطرح السؤال انا كشخص شنو هو هذا الجواب، واش نقدر نعرف شخصيتي انا كشخص من خلال شخصيتي، انا انسان منفتح او انسان متشدد او انسان عصبي او الى ذلك، هل اعرف انا من خلال قناعاتي، انا اؤمن بكذا وكذا، هل اعرف أداتي من خلال الوظيفة أنا كأستاذ أو شرطي أو طبيب، أو أن هذه التعريفات التي أقدمها الآن تعريفات لا يمكن أن تجيبني عن من هو الأنا، يعني من هو الشخص. هذا الأنا كيف ما قلنا هو الشيء ثابت، لكن نستعمل كلمة الهوية أو الأنا أو الذات أو الطبيعة أو الحقيقة أو الجوهر، هذه كلها مفاهيم كتعني نفس الشيء، تحيل إلى كما قلنا لشيء ثابت. معروف على أن ديكارت من بين ما ركز عليه ديكارت هو الفكر أو العقل، وبالتالي قسم الإنسان في تحريف ديالنا الشخص أو الإنسان إلى الفكر وإلى الجسد. الجسد بالنسبة لديكارت يتغير من خلال الشكل ديالو، في اللون، في الطول، في العرض إلى غير ذلك. يتغير الحواس، من الممكن الإنسان أن يخطئ وهو يسمع أو يرى أو إلى غير ذلك خطأ ديال الحواس. لذلك اعتبر بأن ديكارت أن تعريف الإنسان من خلال شكله أو جسده وكذلك من خلال دينه وثقافته ما يمكنناش يوصلنا إلى الخاصية الثابتة للأنا أو للشخص. فلذلك
اعتبر بأن أهم بعد يمكن أن يحدد لنا الشخص بالأساس وبالدرجة الأساس هو فكره أو عقله، وهو الشيء الذي يميز بصفة عامة الإنسان عن الجماد. حينما أقول إن الإنسان كائن حي عاقل، كائن أي حاجة، طابلات، تيلو، حجرة، بيرو، تو كتعتبر كائن حي، هنا تشترك الإنسان مع الحيوان، ولكن ما يتميز به بالدرجة الأساس كشخص هو الفكر أو العقل. وهذا الفكر والعقل بالنسبة لديكارت هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن نثق فيه، لأن كيف ما قلنا ما يمكنش نثق في الحواس لأن ممكن تخطأ، ما يمكنش نثق في الجسد لأن كيتبدل، ما يمكنش نثق في أي حاجة إلا الفكر أو الفكر أو العقل أو الوعي، لأن هذه الصفات إذا تغيرت فقدنا بالدرجة الأساس أهم شيء يميزنا. إن السؤال هو ديكارت كيف وصل إلى هذا الجواب، أن ما يميز الشخص وأن الشيء الثابت في الشخص الذي لا يتغير هو الفكر. وإذا قال أنا موجود، موجود مش بمعنى حي أو أعيش، ما يميز وجودي أنا كإنسان أو كشخص هو بالدرجة الأساس هو الفكر، هو العقل. غير ذلك أنا كنشترك مع الحيوان كل شيء، الحواس، الجسد، إلى ما أميز به وأتميز به عن كل شيء ولا يتغير اللي هو الفكر. إذا تغير ما تبقاش الإنسان شخص، تيولي كيف ما قلنا جماد أو حيوان إلى غير ذلك. هذا الفكر، هذه الحقيقة وصل لها ديكارت انطلاقا من واحد العملية منظمة، لأن ديكارت كان رياضي وبالتالي يفكر بطريقة رياضية، وهو أنه ينطلق من واحد النقطة أولى كيبقى غادي بواحد العملية تسلسلية حتى كيوصل هذه النتيجة. المسألة الأولى التي انطلق من ديكارت وهي الشك، والشك عند ديكارت ماشي بمعنى البسيط الوسواس أو ذلك. الشك عند ديكارت هو تفكير يقوم به الإنسان والوظيفة دياله أن الإنسان كي يفهم الأمور بطريقة صحيحة ويؤمن ويصل الحقيقة عليه أن يتعلم أن يفكر قبل أن يدرك الأشياء. بمعنى ديكارت يوضع القاعدة، فكر وافهم وحلل ثم آمن، العكس ديال البعض الذي يقول كاين شي حوايج ما محتاجينش ان نفكروا فيها كنامنوا بها. ديكارت يقول لا، الانسان كي يفهم الحقيقه ما خصوش يبقى يتقبل اي حاجه ويامن باي شيء. الشيء الذي يجب ان اؤمن به واعتبره بانه يقين او حقيقه هو الشيء الذي يمكن ان اصل اليه انا نتيجه التفكير. اذا الشك هو عمليه ديال التفكير، تفكير في اي حاجه. هذا التفكير كيوصلنا لواحد النتيجه ثانيه، وهي ان مادام هناك شك وهناك تفكير فدليل على وجود شي فاعل، كما كاين فعل فوراء فاعل، فاذا هنا عندنا الفعل اللي هو الشك والشك هو التفكير، فلا بد من وجود واحد الفاعل، اي شيء هو الذي يقوم بالشك ويفكر، اللي هو الذات، اللي هو الشخص، هو الذي يفكر وتعتبر بان ما كاينش شي كائن اخر ممكن يكون كيفكر من غير الشخص وحده. طبعا مادام الانسان موجود فلا بد من وجود سبب للوجود ديالو اللي هو الخالق أو الله، ومادام الله موجود ومن صفاته أنه كامل فهو قادر على خلق العالم. إذن سيحدد ديكارت الشخص على أنه ذات عاقلة مفكرة واعية، أي أن الشيء الثابت في الهوية الذي لا يتغير ليس هو ثقافته، دينه، لغته إلى غير ذلك، ولكن ما يحدده هو العقل. وبالتالي هذا العقل هو شيء مشترك عند الناس، بمعنى ان الاختلافات ما كاينش واحد عنده عقل وما عندوش عقل او الاخر عنده فكر. الاختلافات هو ان في طريقه التفكير، او البعض يستعمل العقل انه يفكر والبعض لا يستعمل، هو انه كاين ناس كيفكروا لي بلاصتو، انه تيامن باي شيء، وبالتالي انه سنصل الى ان الشيء الوحيد الذي يمكن ان نثق فيه ونعتبره يميزنا نحن كشخص او كانسان ولا يتغير فينا اللي هو الفكر او العقل. اذا تغير ما بقيناش كنسموه شخص، اما جماد او حيوان. وعلى هذا الاساس ديال العقل يمكن ان نصل الى الحقائق المتعلقه بالعلم، بمعنى ان العقرة ممكن يفكر ويخلينا نفهموا العالم وكيفاش كيمشي هذا العالم، وان بواسطه العقرة ممكن نوصلوا للايمان، بالتالي العقل ما كيتعارضش مع الايمان. وفي مجال ديال الفلسفه ان العقل يجيبنا عن سؤال من هو الانسان، وبالتالي ان اهم جواب عن أهم بعد لا يتغير في الشخص أو في الذات العاقل الذات هو الفكر أو العقل. هذه الفكرة طبعا مقبولة، مقبولة لأن من بين الأبعاد التي تميزنا عن الموجودات الأخرى هو العقل، ولكن
ما لا يمكن أن نقبله في فكرة ديكارت، وأن نعتبر بأن الشيء الوحيد الذي يميزنا هو الفكر أو العقل. بالتالي ربما هناك صفات أو أبعاد أو خصائص أخرى مميزة الإنسان الشخص تميزه، كيف ما قلنا كاين الجسد اللي هو قيمة، الذاكرة، الحواس إلى غير ذلك. وهذه أمور كان قد كما قلنا رفضها ديكارت واعتبرها بأنها متغيرة. طبعا جون لوك هنا ينطلق أولا يتفق مع ديكارت في واحد النقطة ويختلف معه في نقطة أولى. هو يتفق بالفعل بأن العقل والفكر بعد مميز في الشخص ما يمكنناش ننفيه، الشخص كذات يتحدد على أنه كائن مفكر وعاقل، ولكن كيف أدركنا بأن الشخص يملك العقل والفكر؟ هنا لن يتفق جون لوك في جهة ثانية مع ديكارت، وهو اختزال. هو ما تيقولش لك العقل والفكر ماشي، هو تيقول لك ما يمكنش نختزلوا الشخص والعقل كله فإنه كائن عاقل، لا، عنده صفات أخرى. من بين هذه الصفات هو عنده إحساس واعي، حيت إلا قلنا الإحساس حتى الحيوان عنده إحساس، ملي يضربو راه غيدير واحد ردة فعل، كيحس بالجوع بالألم إلى ذلك، ولكن لا يعرف المضمون ديال الحواس ديالو. الإنسان ملي كتقول ليه شنو كدير تيقول لك أنا كنفكر، أنا ناعس دابا، أنا مريض إلى غير ذلك. هذه القدرة على معرفة ديال الأفعال ديالو، أو ملي كتقول ليه شكون اللي دار هذاك الفعل تيقول لك أنا، أو ملي كتحط لي واحد الصور تقول له هاد الصور تعود لمن، يجيبك أنا. هاد القدرة على معرفة هاد الصفات كلها تعود بالدرجة الأساس إلى صفة الأساسية اللي هي الشعور، الشعور اللي هو الإحساس، ولكن إحساس واعي، مقصود به إحساس نعرفه ونتعرف على مضمون ديالو. هاد الإحساس أو هاد الشعور تيمكننا أن نعرفه بزاف ديال الحوايج. أول شيء يسمح لنا أن نعرفه هو أن نعرف أنه رغم ما يقع لنا من تحولات داخلية في شخصيتنا، في نفسيتنا، خارجية في الشكل ديالنا، تغيرات ديال الزمن كنكبروا، تغيرات ديال المكان ممكن نغيروا الأمكنة، ولكن رغم هذه التغيرات كلها الداخلية والخارجية، إلى أنه بفضل الوعي والشعور نستطيع دائما أن نقول هذا الذي كان من قبل راه هو أنا، هذا الذي كان يؤمن بكذا كذا راه هو أنا، هذا الشخص الذي كان في المغرب وهاجر هو أنا. هاد القدرة على المعرفة ديال ديالنا كترتبط كيف ما قلنا بالشعور. ثم المسألة الثانية هو أن الإحساس الواعي الذي هو الشعور يسمح لنا بأن نعرف الأفعال التي نقوم بها، بمعنى أن الشعور هو قدرة على التمييز. متى نقول لك شنو هو هذا تقول لي هذا تفكير، وهذه كتابة، وهذا أكل إلى غير ذلك. هذه موجوداش عند الحيوان. الحيوان ممكن يدير واحد الفعل كيديرو الإنسان، ممكن يحل الباب، ممكن أنك تناديه ويرد عليك، يشوفك، ولكن لا يعرف ما يقوم به لأنه كيف ما قلنا ما عندوش صفة ديال الشعور. ولكن كاين واحد المسألة مهمة، الشعور كيمكننا أولا كنعرفو راسنا دائما، تيقول لك أنا راه أنا هو أنا الهوية، وكيخلينا أولا كذلك أنا نتعرف على الأفعال ديالنا. ولكن مسألة أخرى يركز عليها جون لوك، وهي أن راه ما كانش الافعال ديالنا او الذات ديالنا راه ما كانش في الحاضره، كنا كذلك عندنا ماضي، وهذه القدره على الشعور او معرفه الماضي هو اللي كيسميه بالذاكره، بمعنى ان الشعور في الحاضر كنسميه باحساس، والشعور بالماضي كنسميه بالذاكره. بمجرد ان الحاضر كيتغير بشكل كبير، ولكن الشيء ثابت اللي نقدروا دائما نعرفه هو الماضي. فبمجرد ان يفقد الانسان الذاكره ديالو بشي مرض او بحادث معين، اول سؤال كيطرحو من اكون انا، وكيبدا كيبقاش يتعرف على شنو كان كيدير، شنو شخصيتو، شنو هي الوظيفه ديالو، شنو هي العلاقات ديالو، لان جزء كبير من لا ميموار ديالو، يعني الهويه ديالو، تمحى او انه نسي او وربما تناساه، وان غادي يرجع طبعا مع المده غادي يرجع، او كيقدر ربما يفقدها كليا، حتى كتكون مساعده خارجيه من طرف اشخاص او من طرف اطباء او من طرف محللين نفسيين، حتى كيساعدوا ان هذاك الشخص يتعرف نوعا ما على 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 ماضيه، وبالتالي ان نصل الى فكره مهمه ان ما دام الانسان هو كائن عاقل، وهي فكره ديكارت،
ولكن كل ما يوجد في العقل من أفكار ومن معارف هي نتصل إليها عن طريق ما نتوصل إليه بالإحساس، إما بالرؤية إما بالسمع. يعني جميع الأفكار الموجودة في العقل ديالنا هي نتيجة ديال الإحساس بالعالم الخارجي، والشعور هو معرفة بالذات ديالنا. طبعا ديكارت في القرن 16، جون لوك في القرن 17، كاين في هذه الفترة طبعا كان النفس باقي ما ظهرش، التحليل النفسي باقي ما بانش، وبالتالي دائما كان الاعتقاد هو أن الشخص انطلاقا من الوعي الفكر، انطلاقا من الشعور، يستطيع أن يعرف كل، يتعرف دائما على أفعالي، على شخصيتي، على شخصه، على ذاته، على الآخرين، على الزمن والمكان. وبالتالي، وهذا طبعا هنا ستكون وظيفة اللغة، هي أن يعبر عن هذه القدرة على الإدراكات والوعي ديالها. ولكن طبعا في القرن العشرين، في نهاية القرن التاسع عشر بداية القرن العشرين، مع عالم النفس والمحلل النفسي سيغموند فرويد، انطلاقا من الدراسة ديالو والاشتغال ديالو على مسألتين، أولا على الاشتغال ديالو على مرض الهستيريا، والاشتغال ديالو الطويل على الحلم. هنا سيطرح السؤال، إذا كان الإنسان يدرك ذاته أي هويته ويتعرف دائما على أفعاله، وهو المسؤول وهو الذي يختار كل هذه الأفعال ديالو، هذا الحلم كيف يتكون؟ شنو هي المضامين ديال الحلم؟ لماذا لا يستطيع الإنسان أن يفهم أحلامه؟ لماذا لا يستطيع الإنسان أن يتعرف دائما على ما يمكن أن يقع في الحلم؟ لماذا لا يستطيع الإنسان أن يتحكم في بكثير من فلتات اللسان؟ نغط طبعا سيعيد سيغموند فرويد انتباه إلى الكثير من الأمور المتعلقة بفلتات اللسان، متعلقة بما يمكن أن نكتبه دون أن ندركه، وكذلك مسألة ديال الحلم. الحلم كان طبعا من عند البعض القديم كان كيعتبره مسألة عادية، فعل أو حالة نفسية تقع أثناء النوم، وبالتالي البعض طبعا في المجتمعات القديمة كان الحلم دائما مطار الخوف، لأنه تحيل إلى أن شيئا ما مخيفا أو غير مفهوم يسكن الإنسان. في بعض الكثير من الناس كيعتبرون بأن الحلم أبسيغ، بمعنى أنه اعتباطي لا معنى له، غير مفهوم، بالتالي ما خصناش نعطيه القيمة ديالو. سيغموند فرويد يطرح السؤال بالعكس، يجب أن نفهم بأن الحلم عنده معنى ويحيل إلى شيء ما، بمعنى أن ما يقع في الحلم ليس اعتباطيا، هو عنده واحد المعنى، في واحد شيء معين. مضامين الحلم إلى ماذا تحيل؟ مضامين الحلم تحيل إلى مجموعة من الأحداث ومن الأفكار ومن الوقائع ومن الرغبات التي تكونت في الحياة اليومية للإنسان أو تكونت منذ طفولته، ولكن لماذا تظهر في الحلم؟ المسألة الأخرى، لماذا لا نستطيع أن نفهم الحلم؟ طبعا كاين المشكل الآخر الذي يقع الحلم والنسيان، ولكن المشكل الأكبر هو الحلم غير مفهوم. ما يقع في الحلم واللي هو تعبير على أن الجانب الأكبر من أفكار ديالنا والرغبات ديالنا والأفعال ديالنا ما كنعرفوش، فقط نتعرف عليه من خلال الحلم. إذن يجب أن نحلل الحلم كي نفهم شخصيتنا جيدا، بمعنى أن ديكارت وجون لوك كيتوقف عند هذا الجانب الشعوري، من هذه الأفعال البسيطة التي يقوم بها الإنسان، يتكلم، يكتب، يجلس، يتحرك، يتكلم عن شخصيتي أنا، تعتقد أن هذا الشيء هو المكون الحقيقي ديال الشخصية ديالو، في حين أن بالنسبة لسيغموند فرويد هذا جزء ضيق، الجزء الأكبر ديال الأفعال ديالنا والأفكار ديالنا وشخصيتنا كاين في اللاشعور، وهذا اللاشعور ما يمكنناش نعرفه، لأنه طبعا هو لا شعوري غير مفهوم، فقط نحن نعرفه من خلال فين كيبان لينا، كيبان لينا كيف ما قلنا في الحلم، في الهستيريا، فلتات اللسان، بزاف ديال الأشياء. أولا الحلم كما قلنا المشكل ديالو هو أنه غير مفهوم. لماذا غير مفهوم؟ لأن الحلم لا يعبر لنا عن الواقع كيف ما هو، الحلم تظهر لنا الأفكار والرغبات والمخاوف والأشياء التي لم نستطيع، إما لم نستطيع أن نقولها على أرض الواقع، إما خوف من السلطة، من المجتمع، من الدين، من العادات، من التقاليد، كتكون إما رغبات جنسية أو رغبات عدوانية أو أفكار تصطدم مع المجتمع، أو يكون الحلم تعبير
عن ما يمكن أن نعتبره شيء خارج السيطرة ديال الإنسان، ممكن أن نعتبر بأن الحلم يعبر كما قلنا عن الأشياء التي لم نستطيع أن نخرجها على أرض الواقع، وربما كذلك الحلم يعبر عن الأشياء اللي احنا نسيناها أو نتناساها أو نعتبر أن صافي راه نسينا، كيتوقع الإنسان شي حاجة في الطفولة ديالو وشي واقعة معينة أو شي حاجة وقعت لي في الحياة اليومية ديالو نساها. ولكن تيقول لك سيغمون فرويد هذيك الفكرة اللي خطرات لك في بالك أو هذيك الرغبة اللي جاتك ثم نسيتها راه ما كيعنيش بأنها صافي مشات، العكس راه هي تنزل إلى مستوى اللاشعور وكتبقى في اللاشعور حتى كتبحث على شي طريقة، إما بعض الأحيان تقدر تخرج لك عبر فلتة ديال اللابسيس، فلتة ديال اللسان، ممكن أن من خلال التعبيرات ديالك هذيك ما تعبر عنه مثلا في خلال الرسم أو في السينما أو شيء أو في الكتابات ديال الحائط ربما كتحيل شي حاجة، أو ربما كتخرج على مستوى الحلم. فإذا الوظيفة ديالنا شنو؟ أن نرجع للحلم ونحيدوا هذيك الحاجة الغير مفهومة في الحلم. ممكن أنك تشوف في أنك في اليوم كنتي كتضارب مع شي واحد أو تخصمتي مع شي واحد، وفي الحلم ديالك كتشوف راسك أنك كتواجه شي حاجة، كتضارب مع شي حاجة غير مفهومة، كي الإنسان كيقدر يضرب مع الظلام، كي ممكن يضرب مع شي حيوان، وممكن يضرب مع شيء معين. هذاك الشيء راه الظلام مثلا راه ممكن يحيل شي مشكلة، ممكن يحيل الخوف. هل من بين الأمثلة التي يقدمها سيغموند فرويد أن امرأة تأتي عند فرويد تتكلم له عن أن بمجرد أن تدخل لواحد الغرفة كتلقى واحد الظلام كبير وما كتلقاش القدرة على الخروج منه، كطرح السؤال هذا الحلم غير مفهوم، إذا خصنا نشوف هذاك الظلام إلى ماذا يرمز؟ كي نفهم إلى ماذا يرمز يجب أن نعود إلى مسألتين، نعود إلى الحياة اليومية أو إلى الماضي ديالنا ونبحث عن إما ما نخاف منه أو نتخوف منه أو ما نريده. هنا غادي نلقى بأن الظلام دائما هو في كثير من الأحيان يرمز إلى الخوف، إلى المشاكل، إلى الحزن، إلى الألم. سيجد أن تلك المرأة كانت تعاني من مشاكل ديال الضائقة المادية في الحياة ديالها، وكانت تريد أن تخرج من الضائقة المادية ولكن لم تكن تجد المخرج. فهذا الخوف والتفكير المستمر في هذا المشكل هو اللي كيجسد لنا على مستوى ديال الحلم ديالنا. إذا في النهاية سنصل إلى أن الإنسان لم يعد سيد نفسه، المقصود من لم يعد سيد نفسه هو أنه لم يعد يعرف شخصيته أو شخصية شخصه أو أفكاره وأفعاله بشكل كبير، جزء كبير منه كيبان في الحلم. إذا هنا وظيفة المحلل النفسي أن يعود إلى الحلم ويفهم هذا الجانب الملغز أو الجانب المنسي في الشخصية ديالنا، وبالتالي ليس الإنسان هو دائما هو الذي يفعل كل شيء. في كثير من الأحيان راه الإنسان كيكون غير كيدير ردات فعل على بعض الرغبات في الطفولة ديالو أو بعض المخاوف أو الأفكار التي كانت كتسيطر عليه. وهنا غادي نوصلوا بأن ما كان يتكلم عنه ديكارت وجون لوك هو الشعور وجزء بسيط، ما الجزء الأكبر الذي هو اللاشعور، واللي هاد اللاشعور تتحكم فيه شيئين، تتحكم فيه أولا الغرائز ديال الغرائز الجنسية أو حب الذات اللي هو الهو، أو الغرائز العدوانية متعلقة بالأب بالأنانية أو كره الآخر. ولكن هذه الغرائز أو هذا اللو لا يمكن أن نتركه حر لأن ممكن تقع الفوضى خلال المجتمع، بالتالي لا بد من وجود واحد الرقابة. هذه الغرائز تولد معنا، ولكن الرقابة اللي كيسميها سيغموند فرويد بالأن الأعلى يتربى عليها الإنسان أو يكتسبها عبر التربية والتنشئة، اللي بمعنى أن هذا الأنا هو المدرسة، هو المؤسسة الدينية، هو البيت إلى غير ذلك. ولكن هو الإنسان يكبر أن هاد الرقابة ما كتبقاش كتجي من البيت، كتولي عنده في الداخل ديالو عنده واحد الضمير، بالتالي كيوقع دائما واحد الصراع ما بين ما نريد أن نفعله أو ما نرغب فيه وبين ما يفرض علينا المجتمع أو الأخلاق أو الدين أو السلطة إلى غير ذلك. هاد الصراع الإنسان ما تيتحكمش فيه. وطبعا سيغموند فرويد يصل إلى فكرة وأن الشخصية ديالنا كيتحكموا فيها الأفعال ديالنا كلها، يا إما أفعال استجابة للغرائز ديالنا العدوانية والجنسية أو خضوع وخوف
من هاد الضوابط. طبعا الشيء الوحيد الذي لا يملك هذا الصراع ما بين الغرائز ديالو والواقع او الاخلاق هو المجنون، لانه منسجم. بالتالي المجنون كنلاحظوا بان كل ما يرغب فيه كيديرو في الواقع، ما عندوش هذيك الرقابه، او ما يسمي سيغموند فرويد بالكبت، اللي هو العمليه الطبيعيه ما كيديرهاش الانسان، ولكن كيدير كدار كيدير اللاشعور. والهدف ديالها هو انه كل ما ظهرت رغبه او فكره او فعل يتعارض مع الواقع او المجتمع قمع بطريقه لا شعوريه. ولكن هذا القمع، هذه الفكره كتعاود تظهر لنا اما في الحلم، ممكن ان تتطور الى ان تصل الى مخاوف لا يتحكم فيها الانسان استيريا. من الممكن ان تنفلت هذه الفكره التي نعبر التي كنا كانت تسيطر علينا او كانت من الماضي ديالنا، ممكن ان تخرج عبر فلتات اللسان. بالتالي سنصل الى نتيجه، وهو ان هويه الشخص مقسمه، والبعض يعتبرها ان الشخص يدرك هويته اي ذاته ادراكا تاما وكاملا انطلاقا من صفه الفكر او الوعي، او انطلاقا من الاحساس والشعور والذاكره حسب جون لوك. والبعض يعتبر بان الشخص لا يدرك نفسه ادراكا تاما، لان هناك جزء كبير من ذاته، يعني من الافكار ديالو والمشاعر ديالو والرغبات ديالو، لا يتعرف عليها ولا لا يفهمها الا من خلال العوده الى الحلم. وبالتالي سنصل الى نتيجه اساسيه، ما حاول الفلاسفه ان يركزوا عليه وكذلك سيغموند فرويد، وهو البحث عن هويه مشتركه بين الناس، الدين، الثقافه، العادات، اللغه او اللسان الى ذلك. ما يمكنش تعطينا هويه مشتركه لانها مختلفه، نحن نبحث عن هوية كاملة ستبين أن رغم الاختلافات ديالنا في الدين وفي الثقافة واللون والعرق، ولكن هوية، هناك هوية مشتركة بيناتنا. هذه الهوية المشتركة كتقوم يا إما على الشعور، يا إما على الذاكرة، يا إما على الوعي، يا إما على الفكر، أو على أن عندنا نفس التكوين النفسي، وهو أن فينا جانب شعوري ندركه وجانب لا شعوري لا ندركه، عبارة عن صراع دائم بين الرغبات ديالنا والغرائز ديالنا. شكرا.